السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين الحارات. قبل ما نبدأ ونقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، زيد النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله جاي لكم النهاردة مشروع حلو جدا، خلال اليومين دول إن شاء الله يبقى مشروع جميل جدا جدا جدا، مشروع العيد يعتبر حلو قوي، مشروع البخت الصيني طبعا، بس بطريقة مختلفة وجديدة للعيد، بطريقة مختلفة وجديدة للعيد ان شاء الله بإذن الله. معنا حاجات كتير قوي قوي هيتحط فيها بإذن الله، معنا البلي ومعنا الكرة اليويو ومعنا المقص ومعنا الحلق ومعنا الدبرو الصغير ومعنا الوش اهو ومعنا الاستيك التوكة الاستيك الصغيرة ومعنا الحروف ومعنا العملة ومعنا البالونة الجميلة، معنا البالونة الحلوة قوي دي، طبعا البالون غلي بس طبعا هنحطها برضك فيها عشان العيد، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، شكلها جميل بألوانتها، بس ألوانتها حلوة جدا، ألوان البالون كله جميل ما شاء الله تبارك الله. معانا بقى الفكرة التانية، ما ننساش طبعا، بص انا فاكر الفضية قد ايه، ما ننساش الفضية، الفضية بتتحط تسحب التفل بيسحب المبلغ حلو قوي. معانا بتاع زي الفانوس ده حلو قوي برضك هيتحط فيها، البلي اهوت برضك ما شاء الله، ومعانا اليويو اهو ما شاء الله تبارك الله، ومعانا المقص اهو ما شاء الله. كل ده اي حاجه عندك ما بتعملها ما تمشيش، الاستك اهو اي حاجه عندك بتجيبها ما تمشيش على كارت، ممكن تحطها في البخت الصيني، النبله علشان خاطر تقدر ان انت تمشي البخت الصيني، الحاجه لما بتتحط في الورقه بتدارى تبقى الطفل ميبقاش شايفها، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، حلوة جدا جدا جدا. ومعانا بقى ايه البخت الصيني اهو، اللي هو ايه بقى ما شاء الله، عيد سعيد، العيد فرحة ما شاء الله، عيد سعيد اهو، العيد فرحة جميلة قوي، حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله، عيد سعيد بأشكاله بألوان جميلة قوي، بألوانته مبهجة كده، حلو جميل للطفل، هنعمله على التابلو هيبقى شكله حلو قوي. نعمل عيد سعيد في يعني نحط عيد سعيد وعيد سعيد، العيد فرحة الأطفال هتفرح قوي ما شاء الله تبارك الله، بيه ما شاء الله حلوة قوي قوي قوي. سعر الكيلو منه ب270 جنيه، بيعمل 1400 كيس ما شاء الله تبارك الله، من عند شركة العوام، من عند الحاج إبراهيم ما شاء الله تبارك الله، من عند إسماعيل ومحمد، ناس محترمة جدا جدا جدا. ومش شرط تاخد، لو هتنزل تعمل الفكرة دي مش شرط تجيب الكيلو، لإما هتجيب الكيلو وتعينه للعيد الكبير بعد كده معاك تاني، لإما هتجيب ربع كيلو نص كيلو ما شاء الله، وعنده كميات بس هات ربع كيلو جرب، طب له 2 3 هيمشي معاك إن شاء الله بإذن الله. اللي هيعمل بخت الصيني اليومين اللي جايين دول، 5 6 أيام اللي فاضلين دولت، لو نزلت وعملته ما شاء الله تبارك الله هيمشي معاك حلوة قوي قوي قوي. هنعمل التابلو كامل ونوريه لكم في الاخر ان شاء الله، يا رب الفكره تعجبكم، وانزلوا اشتروه من عند شركه العوام، من عند الحاج ابراهيم ما شاء الله، عند ابراهيم عند اسماعيل، ناس محترمه جدا وناس واقفه حلوه قوي ما شاء الله تبارك الله، يعني فكره جميله جدا جدا جدا. حبايبي الكارت بعد ما اتعمل اهو ما شاء الله تبارك الله، شكله حلو جدا جميل اهو، بالطول او بالعرض شكله حلو ما شاء الله، لو اتعلق كده اهو اهو ما شاء الله تبارك الله، هيبقى حلو قوي جدا ما شاء الله تبارك الله اهو. وكل سنه وطيبين وعيد سعيد عليكم وعلى اولادكم وعلى الاسره الكريمه يا رب العالمين، فكره حلوه جدا، ابدا اعملها من شارع بين الحارات.